مشاهدينا هلا بسبريتشوال تيبس رح نبلش نحكي عن شركة القديسين او مفهومها بالكنيسة الكاثوليكية. في هيك يمكن عائق صغير تنقدر نوصل لمفهوم شركة القديسين بالكنيسة. ما عم شوف على الصورة كمان هون كل القديسين حوالى الرب يسوع الخالق والإله والمخلص ومريم العذراء اللي هي سلطانة السماء والأرض. هل هي الشركة لكنيسة واحدة على الأرض كما في السماء، كنيسة متألمة، كنيسة مشاهدة، وكنيسة ممجدة بالسماء مع القديسين والملائكة؟ في عائق صغير مثل ما قلنا بتيموتاوس، بيقول ماربولوس أنه في وسيط واحد بين الله الآب والبشر. بس الجواب هون كمان تنقدر نفوت لعمق مفهوم الكنيسة للشركة بالقديسين، هي أنه نحن كمان شركاء، مدعوين نكون شركاء للرب يسوع بين البشر، يعني إخواتنا والرب يسوع، مش بين يسوع والآب. بقى تنفهم مفهوم الشركة ضروري يعني توضح براسنا أنه نحن شركاء للرب. هل قد مهمين نحن بعينه؟ بيقول سفر الرؤيا واحد يعني الملائكة والأنبياء والكهنة، نحن ملوك وكهنة لخدمة الله. وكمان منشوف بأفسس 4 بولس الرسول بيقول نحن في منا رسل، في منا أنبياء، في منا كهنة، في منا معلمين. يعني عندنا أدوار عديدة حسب طاقتنا وال يعني اللي أعطينا إياه الرب تنقدر نوظفها بخدمته. بيقول كمان ماربولوس بأعمال وخاصة برسالة كورنثوس، نحن شركاء المسيح، نحن سفراء المسيح، الله دعينا للشركة مع ابنه، نرث مع المسيح، إذا تألمنا معه نملك معه. الفكرة هون أنه نحن وسطاء بين إخوتنا بالبشر والرب يسوع. كيف تترجم هيدي على الأرض؟ كمان نقرأ من الإنجيل أنه يسوع هو الديان العظيم والرهيب، ونحن كمان مدعوين، منشوف كمان بواحد كورنثوس أنه كمان ندين حتى الملائكة بالسماء. هل قد أعطينا أهمية الرب؟ كمان منشوف بيوحنا 16 يسوع هو الراعي الصالح للقطيع، وكمان نحن بشاركنا بهالرعاية، منشوف مع مار بطرس بيوحنا 21، ومنشوف كمان مع الآخرين بأفسس 4. وين كمان فينا نشوف انه نحن مدعوين للشراكه؟ منشوف كمان انه بعبرانيين 4 مثلا، يسوع هو الكاهن الاعلى والاول والاسمى، بس بذات الوقت بيشاركنا بكهنوته برؤيا 1 مثلا او رؤيا 4. وبالاخر هو تالم، ضحى تيخلصنا، بمتى 16 منشوف هيدا على الصليب، وكمان بيشاركنا بالمه، بنجلس معه مثل ما قلنا، بيشاركنا بالمه مثل ما بيقول ماربولوس، ما نقص في الام المسيح. بيقول له الرب يسوع بيظهر عليه على طريق الشام، سيكون لي شاهدا ويتالم من اجل اسمي. وبيقول ماربولوس كمان نقدم اجسادنا كمحرقه للرب. يسوع بيقول كمان انا نور العالم، انتم نور العالم. بدي خادم امين، يعني بده يوظفنا، بده يشغلنا، بده يكون نكون شركاء له، وافعلوا ذلك لذكري. كمان بنشوف انه كمان العمل للرب هو شراكه 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 معه، وهيك بنصير اذا بدكم بيقولوا بامريكا السلفيشن از فاميلي افير، يعني الخلاص هو شركه عائليه. هيك سمح لنا الرب اذا بدكم انه نشاركه بكل شيء تنتقدس تنخلص ونخلص معه. منذكر كمان انه الثالوث بذاته، الثالوث الاقدس الله، هو شركه محبه اللي بتوصلنا عبر يسوع والروح القدس تنحنا كمان نواكبها. اهم شيء نتذكره كمان انه هالشركه بتوصلنا للخلاص. الرب اعطينا وصيه واحده بتترجم بفكرتين، احب الرب واحب قريبك. المحبه للقريب هي اكيد خدمه وبشاره وكمان صلاه، وهون بفوت مفهوم اذا بدكم الشفاعه، انه نحن نصلي لبعضنا. بيقول ماربولوس صلوا لي تصلي لكم. بنشوف بالسماء الملاك ساجد قدام عرش الحمل عم بيقدم بخور، هو صلوات القديسين، يعني الشفاعه بين الارض والسماء. بسفر يشوع منشوف ظهر ملاك كرسول، بسفر أرميا يصلي لإسرائيل، أرميا يعني بيكون عم بيكون شفيع. بسفر أيوب هل هناك ملاك يشهد للإنسان ليرحمه الله؟ بسفر إليشاع عظام القديسين بيخلصوا، مثل ما شفنا منديل أو تياب ماربولوس كمان بيخلصوا، هي كلها الشفيعة. كمان فينا نقوله التجلي الإلهي هو يمكن أفضل رمز للشفاعة. الرب يسوع بذاته وإذ كان بالمحنة الكبيرة شاف إيليا وموسى على الجبل، يعني
صار في هالشفاعة تواصل مع القديسين، وأكيد أباء الكنيسة كلهم بيأكدوا على الشفاعة من أوريجان لسيبريان أكيد ولا سان جون كريزوستوم. الشفاعة وشركة القديسين هي مفهوم كنسي أساسي ضروري للخلاص، لأنه هيك بنكون عم نحب بعضنا البعض بس نتشفع لبعضنا البعض بين الأرض والسماء.